وسط مشاركة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ماراثون رياضي للدراجات تحت رعاية وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، والذي أطلق إشارة بدء الماراثون لينطلق بشوارع مدينة 6 أكتوبر. احنا وزارة الشباب والرياضة مع دكتور خالد عبد الغفار الاتحاد الرياضي للجامعات، دكتور صبحة سنين، في الحقيقة بنطبق أنشطة كتيرة جدا داخل الجامعة، من ضمنها اللي بتطبقه النهاردة جامعة مصر. لكن النهاردة بنطبق شيء مهم جدا، هو استخدام العجلة ومستقبل استخدام الدراجة في مصر ودورها الكبير جدا والحيوي في الرياضة، وهيتخطى ذلك إن شاء الله دون الرياضة، لأنه وسيلة يعني صحية وسيلة حضارية، وعندنا بوتنشل أو اهتمام كبير جدا في الفترة وفي المستقبل اللي جاي ان احنا ننشر رياضه الدراجات او العجل، سواء الدراجه داخل الجامعه او الدراجه ان شاء الله يكون مشروع دراجه لكل مواطن. وده احنا بنقتحم الموضوع، الاول نوفر بطريقه سهله الوسيله الدراجه، واكيد ان شاء الله الطرق هتستجيب للدراجه، مش الدراجه اللي هتستجيب للطرق. لكن موضوع الماراثون والجري واسلوب الحياه وفرض الرياضه على المجتمع، وده دور حيوي بيشغل يعني رؤيه الوزاره اكثر من 70% على موضوع الرياضه والتنميه. اكثر احنا بنساند الاتحادات الرياضيه، بنشجع الرياضيين على ان هم يعني يرفعوا علم مصر، ده لينا دور كوزارة الشباب. لكن الدور الأسمى والأهم والأكبر اللي احنا فيه دلوقتي الدراجة والصحة والحياة، وده اللي دايما بيقوله سيادة الرئيس في كل وقت، ومرارا وتكرارا سيادة الرئيس لما بيتكلم على صحة الشاب المصري وأهمية الرياضة، وإن احنا نصل بالرياضة أمن قومي، إن الشاب يكون شاب وما قبل سن الشباب وما بعد سن الشباب يكون قادر على الحياة، حماية بلده وحماية وطنه في ظل التحديات الكبيرة اللي احنا بنشوفها. أنا بسجل سعادتي الشديدة اللي موجود في جامعة مصر النهاردة في مهرجان الدراجات اللي بيقام في الجامعة، وبنقل تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، واحنا جايين بنمثل الاتحاد الرياضي في هذه المناسبة. استخدام الدراجة احنا عاملين مشروع قومي معمول على مستوى وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمسمى الدراجة لكل مواطن، واحنا عاملينه في الاتحاد الرياضي للجامعات تحت مسمى دراجة لكل طالب. وبزف خبر للمجتمع كله ان لأول مرة يصنع دراجة مصرية في مصنع 63 حربي، دراجة على مستوى عالي جدا، أصلها فرنساوي، كواليتي عالي جدا وبسعر مناسب جدا، ونزلت في السوق بأقل من نص ثمنها المتداول في السوق العادي. مش أول مرة في جامعة مصر للتكنولوجيا بنعمل ماراثون، احنا تقريبا سنويا في ماراثون، بس في الحقيقة الماراثون السنة دي له طعم تاني لتشجيع وزارة الشباب والرياضة لينا، والكلام اللي قاله معالي الوزير ان احنا عاوزين نكون الدراجة هي اسلوب حياة وليس فقط ماراثون مرة في السمستر، ولكن يكون اسلوب لحياة المواطن المصري بسرعة. طبعا هذه الاحتفالية مقامة تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وطبعا دكتور محمد عزيز رئيس الجامعة طبعا تحت إشرافه، وسعداء جدا بوجوده لأنه الحقيقة داعم جدا للفكرة، فكرة دعم الرياضة في الجامعات المصرية ودراجة لكل طالب، وفكرة ان احنا نربط حياة الطالب بالرياضة. فطبعا انا بشكره جدا وبشكر حضوره النهاردة، وانه هو جاي يطلق إشارة البدء ان شاء الله لهذا الماراثون ان شاء الله، ووعدنا كمان يكون في شغل اكتر من كده. الطلاب عندنا يا فندم متحمسين جدا جدا، وبركة في سيادتك ان شاء الله.
هو انا اصلا بحب العجل وجيت بالعجله بتاعتي وبتاع وكده، وانا يعني مدرسه مساعد في جامعه مصر، فاصلا بشجع الطلبه دايما ان هم يعني يجوا معايا اصلا عجل وكده. فلميت يعني اتعمل النهارده الايفنت ده كان لازم احضره يعني. ونشكر جامعه مصر طبعا يعني على الايفنت الجميل ده، ان هي طبعا حاجه ترفيهيه وكده، خصوصا ان العجل بقى رياضه يعني من الرياضات المفضله طبعا للناس كلها، وحاجه جديده يعني، حاجه طبعا للبيئه وكده. اكيد الرياضه يعني حاجه مهمه جدا، وكنت اول ما شفت الاعلان كنت انترستد قوي ان انا اشارك. وفي نهاية الماراثون قام الدكتور عمرو الليثي بتكريم جميع الطلاب المشاركين وأعضاء هيئة التدريس ومنحهم ميداليات تقديراً لجهودهم في المشاركة بالماراثون. ويقام هذا الماراثون في إطار الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة، والتي تؤكد على الدور المجتمعي الذي تحرص عليه ونشر التوعية بين الطلاب